هذاك الشيء اللي قال لهم ما كاينش ضرر، قلت لي راه غدا امام الله نتقابلوا معك حتى 5000 ديال البشر على هاد الضرر. كي داير هاد الكوري مجفف نقيته يا برد، مني بغا تجي هاد الضرر باش عرفتي فيه الضرر ولا ما فيه. وزيادون هاد السيد ولا اللي جا ولا شركه ولا هاد السيد اللي جا دار هاد المشروع، واش حنا قلنا علينا شي حاجه؟ راه ما قال علينا والو، ما عاد حقنا حنا حتى شي حاجه. عاد تحسينا تتخنقنا بالريحه، ولينا مزمورين، كاين العيالات اللي كاينين حتى الجنين من الكروشه. حنا مرضنا، انا اول خطره بعدا، انا دابا 7 شهور هادي ولا 8 باش حبس، هي اللي وليت لاباس، وليت واقف كي بنادم. كنقضى عليا هاد الريحه ديال سميتو، انا جربتها من راسي. وجايادو نجي لكم واحد النقطه، الاستعمار، الاستعمار جا وهاد القبيله وقرها ما وصلهاش. القايد الكبير النماوي قال لي ما ودي هذوك الشرفاء راهم قبيحين، راهم ما يترطاوش لكم، راهم يمشيو، راهم لا يقتلوا منكم بنادم وتتمحيوهم كاملين، هي اللي راهم ما يخليوكمش تدخلوا عندهم، ما يخليكمش ديرو. وضاقروا بيناتهم داك الشيء وسميتو، وعقب اسيدي ذاك الاستعمار وقرنا وعفى علينا من الكلفه، وما داروا بلادنا كامله بقات بلا ما بلا والو توتال. الستينات هي اللي نخليها الماء، ما بغيناش نصارى يلحقونا، ما قبلناهم حتى شي حاجه، وقرونا عفاونا من الكلفه وكل شيء، وحنا دابا خوتنا وفينا واد الحقوق. ودابا هاد استطلبوا من هاد اللجنه، هاد اللجنه تنطلبوا منها، هاد اللجنه اللي كنطلبوا منها، تنطلبوا من هاد الله يجازيهم بخير، يشوفوا سميتو، رحنا مضرورين يحيدوا علينا، رحنا تشردنا، رحنا تشردنا بولادنا بعيالاتنا بكل شيء. واش تخيل واش 8 شهور ولا 7 وبنادم برا ليل ونهار، الشتاء وشمايم والليالي وكل شيء، الماء دايز من تحتنا والماء تيطر علينا من الفوق، الشمس مغطين بميكا، واش هادشي يعجبكم؟ وفينا منطقة ومنطقة ديال الفلاحة وديال الفلاحة، راه عيب بينا وبين بينا وبين الكوارة 500 متر ولا 600 متر اللي بينا وبين الكوارة، واجيو شوفوا بعينكم. وراه على يعني الله يحيا الله يفضل علينا جلالة الملك، عاش الملك، يطالع على الضرر ديالنا. عاش الملك، عاش الملك.